الحرية. جمعة يا بت، جمعة فيزياء مخفية. انت بتعمل ايه هنا يا بت؟ واه، هما بيطلعوا متى دول؟ جم فيز غوري من هنا. افز محرم، جم يا راجل، جم جم. يا نهار اسود اسود على دماغك ودماغها. جرى ايه يا وليا؟ ايه، مفيش تمييز، مفيش احساس، مفيش مناخير تشم؟ حد يدخل على راجل ومرته كده؟ مرته؟ ايوه مرته. انت لسه فاكره الخصله المهببه دي؟ لا لا، انت لازم تبطليها، انت خلاص رجلك والجاب. بابا فزي يلا غوري من هنا. اغور ده ايه؟ ده بيت جوزي، يعني بيتي، وليا فيه زي ملكي بالظبط، واكتر كمان. تعرف ليه؟ عشان انا الاصغر والاحلى، وانا اللي هجيب له الواد اللي يشيل اسمه. امال ايه؟ هي الست تبقى ست كيف اما كانتش تجيب وتخلف وترمي؟ انما انت خلاص راحت عليكي. وانا هوريك اعمل ايه بعد ما راحت عليا. يدك بعد يدك عني. انا دلوقت مش مرت ولدك وانت حماتي، انا دلوقت ضرتك. تعرف يا جبريه يعني ايه ضرتك؟ ايوه اعرف، وحوريك انا هعمل ايه. يا ضرتي اللي ماتت. حوحو يا حوحو، حوحو انت فين يا حوحو؟ حوحو حوحو لما ياكلك. حوحو بقول لك ايه يا حوحو، ما تيجي نسافر يومين في اي مكان نقضي شهر العسل. عسل؟ ده انت يوم ما كنت بتفطري ببصله معفنه كنت بتتحزني وترقصي يومين. بقول لك ايه يا وليه؟ انت وليه، هو انت ما بتحرميش يا بت؟ اوعي تفكري تمدي يدك عليا تاني. انا بقول لك اها. عيب كده، عيب عيب كده، عيب. توك ما افتكرت تقول عيب. بقول لك ايه يا محرم، طلقها. طلقه تاخد اجلك يا بعيده. وبالثلاثه ثلاث تحلش لما يلهف عظمك. البت دي انا حقتلها لك وادفنها لك تحت في الجنينه. لا 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 لا، مش فاضلكم، انا ورايا شغل، ورايا شغل كتير قوي. هجيلك بعد ساعه. تقتليني يا جبريه؟ تعمليها يعني؟ هي اول مره يعني؟ لا مش اول مره، وزين انك فاكره. فاكره بس وحياتك انت، مش اول مره لي انا كمان. صح، بس في البيت ده هتبقي انت اول مره. امشي يا بت، امشي، شغلي من قدامي. انا هنا ست البيت، واللي اقول عليه هو اللي يمشي. ست مين يا بت؟ ست عفاريت عبط لما يركبوك وينططوكي. اهري يا جبريه، اهري لما النار تاكل كبد. يا بنت هقطعك واسلبك واعمل عليكي فته واعزم عليكي اهل البلد. اتلمي يا بنت. انتي مجنونه، انتي مجنونه، ازاي تتكلمي بالطريقه دي؟ عيب على فكره. بس يا لبنى بس، ما ينفعش برضو تكلمي ناديه بالطريقه دي، مرات ابوكي. معلش يا ناديه حبيبتي. معلش يا ناديه؟ لا والله. جربت انتي اتهبلتي؟ انت هتتكلمي معايا كده؟ اه يا حبيبتي اتكلم زي ما انا عاوزه، ايه رايك؟ اتلمي قولي يا صبح، بلاش شغل النسوان ده على الصبح، انت فاهمه؟ شغل نسوان؟ انا هوريكم شغل النسوان اللي على حق ربنا. انت يا محرم، يا محرم، انت يا هوهو. اه طبعا جاي يا مراري. بابا اهلا، صباح الفل يا حبيبتي. ولا اكني بنتك خالص يا كريمه. زينب جت وقفت مخك على الاخر. اهدي وتعالي افطري يا حبيبتي. لا مش هفطر، انا ما نمتش طول الليل، عايزه افهم فين زينب. يا زينب
يا ست زينب! يا زينب! أيوة أيوة. إيه؟ مالك؟ في إيه؟ مالك؟ عايز أفهم إيه اللي بيحصل بالظبط؟ الست شهد شد حلو على الآخر ولا همها أي حد، وأمك ماشية وراها تقول أمين، وأنتِ بقى عاملة صاحبة المبادئ اللي لما الناس كلها حواليكي، وأنا بقيت عاملة زي الكلاب اللي مالهاش صاحب. عايز أفهم يا زينب! قصدك إيه يا ريتال؟ بعناك يا بنتي؟ زي ما بعتي نادية قبل كده. اتلمي وحطي لساني جوه بقك. صدقي فعلا أنا غلطانة يا كريمة؟ أنا إزاي أسيب لك ابني؟ عايزة تربيه عشان تطلعي في الآخر أنت البطلة اللي شالت الحمل وتربي ابن حسن وابن مروان. مش كده؟ مش هيحصل يا كريمة. ابني لازم يبقى معايا. ربنا يهديكي يا بنتي. رايحة فين دي؟ رايحة أخد ابني حسن. هي لعبة، مرة خده ومرة هاته. طب إيه رأيك مش هتاخديه؟ يا حسن اهدى يا ابني، ريتال جاية من بره متعصبة. يا حسن اهدى بكلمك. الله، هاخده يعني هاخده. قلت لك مش هتاخديه. يا حيوان بس استني بس ابني يا بابا. يا ريتال استني بس. مش هطلع، مش هتاخدي الواد. ابعد عني يا حسن. الواد بقول لك ابعد عني. حسن اهدى عشان خاطري مع أمي يا حبيبي. أمي عبد الله يلا. ماما جاتي حبيبي. اهدى اهدى حبيبي. عبد الله اوعي يا حسن. ما في ايه؟ هاتي يا ريتال. عبد الله اوعي يا بابا. اوعي حبيبي. الواد ماليش حس. قالوا الواد بس في ايه؟ عبد الله يا عبد الله. عبد الله ماما في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ يا حسن الواد متلك. يا حسن ابني في ايه؟ الواد متلك. ابني ايه؟ الواد متلك. يا نهار اسود. عشان خاطري يا حبيبي. اهدى هقتلها واقتل ولد مروان.